جمد الفاك دو بونور. صباح الفل سفير، مرحبا بك. اهلا مرحبا، ان شاء الله نهاركم سليمان. ان شاء الله نهاركم سليمان، نهار مزيان على كل حال. ونستقبل ضيفنا، نحب نحيي العباد اللي قاعد تبعث لنا في المساج وعجبتهم سليمان. نحكي لكم بعد شويه على سليمان، واحنا مع ضيفنا سخت الماء خالد عزاي. صباح الفل، هو ولد سليمان. مرحبا بك خالد. صباح الخير حسن. صباح الخير سفيان. خالد عزاي يجمع في العباد، عامل مشروع ريادي. خالد عزاي من الجون اللي كان يخدم في اداره مقلقين ومديرين ويجا في الوقت مدير شغل، وهو جان قال نخرج. قالوا بوه يقول لي كيفاه وتصور مليح كل شيء. قالوا كيما كريستوف كولون، قالوا يا خويا انا جاملو ريسك، عمل مشروع توا كمان اول مشروع في افريقيا. افريقيا فوالا كمان عنده عوامين ثلاثه ومن العشره الاولانيين في العالم. الفيغي دو كارتاج، الفيغي دو كارتاج فوالا لو فيغ سوفلي تري امبورتون، يعمل لو فيغ سوفلي، عنده يخدم البرا. مي خالد عزيز يعاني في مشاكل ولو هو سي تامبيوني تخلوا امن وغيره، ما شاء الله ماشي المشروع نتاعو، لكن يعاني في مشاكل. ماذا بالنسبه هو يحكي عليها جوستومون؟ ان شاء الله العباد ما تخسرش اللي فيها مشاكل ماليه، مشاكل غير ماليه الحمد لله. ولا عطينا المشاكل شنو؟ الحمد لله. شركه بلور قرطاج طبعت عام 2012، نصنع بلور منفوخ والبلور سيمي اوتوماتيك افيك اون كاباسيتي دو برودكسيون، بقدره انتاج الاولى في تونس والاولى في افريقيا، براس مال تونسي 100% وبكفاءات تونسيه 100%. دونك باش نكونوا الاولانيين في تونس والاولانيين في افريقيا، وكما قال سي سفيان من ضمن العشر الاوائل في العالم. لكن بعد ما عملنا المشروع وبعد ما كوننا شركه، فجأنا كانوا في 2000 وفي بدايه 2012 في بدايه 2013 مركز تكوين فنون الهب بنابل، اللي هو مركز تكوين ريادي زاد في العالم من جمله ثلاثه الاولانيين في العالم، زوز في اوروبا موجودين، هو الثالث في العالم. يسكروه للمحاسبه، التونس نستناو في المحاسبه. من عام 2013 قعدنا من غير نجم تقول يد عامله متهيئه باش تخدم في صناعه البلور. يعني انت راجل اعمال بتيت موين انتربريز، ثم بتعرف البلاد لكن تعاني من نقص العامله. انا صناعي، بارادوكسال، انا صناعي في صناعه البلور. صحيح مشكلتي الاولانيه هي نقص في يد العامله اللي متهيئه باش تخدم في البلور. ولكن احنا ما حاشناش بها متهيئه 100%، احنا نحبوها تعرف شويه اصول صناعه البلور. ومرحبا بها تجي تخدم في المعمل، نجموا احنا نعلموها. وذاك اللي صار، احنا انت علمت عباد جبتهم احنا الشارع، احنا خذينا عباد يحبوا يخدموا. هذا هو ايه مش على احنا الكونديسيون الاولى اللي هو لازم يحب يخدم ساعه، اللي معناتها حاطط في مخه كونه يحب يخدم ويحب يجي يتعلم صنعه ويحب يخدم معنا في البلار. كي نشعلوا كوشه معناتها سي بارتي بور 5 اون على فيل، معناتها نخدموا 24 ساعه على 24 ساعه. انت واحد من الفوق نتاعك اسمها ديدون هكا ولا؟ اي الكوشه الاولانيه اللي شعلناها في 19 جوان 2014 اسمها ديدون. ديدون فوالا، فريد كارتاج اول كوشه ديدون. كان لو فيغ سوفلي زاد سفيان يتعمل في العهد القرطاجي، في العهد هما اللي كارتاجينو اون ديكوفير لو فيغ، معناها كارتاجينوات فينيقيه بلوتو، ولي كارتاجينوات طوروه ياسر، وكان تونس ديما مشهور بهذا، ومعناها من الاوائل. دونك كارتاج والبلاد اللي هو سيت اون كونتينيسيون دو لانيال، سي كيك شوز دو نوبل، اي بي سيت ان ماتيريو دو سيكلاب 100%. احنا تو سو ريسيكل، البلار سي لو برودوي كي انديفينيمون ريسيكلابل، معناتها قد ما تعاود الذوب وديما تنجم تعاود تستعمل وتخرج منه قطاع بلوريه. الوغ انت موجود زاد عندك في الفرع الانتاج نتاع احنا موجودين في زوز بقايا، موجودين في منطقه الانتاج بالقطب التكنولوجي ببرج صدريه، على خاطر المشروع هو مشروع انوفون فوالا بار لو مينيستير دو لاندستري لو كوبيل دو فيفري 2013. وحاجه اخرى، احنا زاد بارتنير تاع لاجونس ناسيونال دو لا ميتريز دو لينيرجي، على خاطر عندنا وسيله لتجديد الطاقه، معناتها نستعملوا سكون ابيلون ريكوبير لير شو. ودونك توجدنا في منطقة الانتاج بدل القطب التكنولوجي بورج صدرية، وموجودين زادة في طريق تونس كيلومتر 2، وإحنا خارجين من تونس. دونك عندنا خارجين سيمين في اتجاه تونس فوالا. دونك عندنا دو سيت دو برودكسيون، واحد يخدم البلاو المنفوخ باليد كاهو، ايوا معناتها من الاول للاخر سي دو هاند ميد، سي دو الا ما، سي دو فيرسو في لي بوش في ما. والسيت الثاني اللي في قطب تكنولوجي هو معمول الفيرسو مي اوتوماتيك. مكتفي مع التصدير يا سيدي؟ احنا كي عملنا المشروع متوجهين اكثر للتصدير، معناتها احنا دراسه الجدوى اللي عملناها والفكره اصلها كي جات، على خاطر المارشي الاوروبي والمارشي الامريكي طالبين معناتها هذه نوعيه من البلار، وخاطر معناتها
ملول بكل معناتها بدات المشاكل في السيكتور هذا في اوروبا بعد الكريس تاع 2007 والانرجي اللي غلات دونك على ذاك ثم ياسر معامل سكرت في اوروبا وحاولت تنقل برا ولا حاولت تلوج معناتها دي بارتنير في بقايا ما زلت ما حلمش كريستال خاطر سمعت احنا عندنا دو فور كي سون كابابل دو فيغ لو كريستال احنا عندنا واش فسرك احنا عندنا سيت فور دو فيزيون معناتها سبعه افران انصهار باللور ينجموا يوصلوا حتى 1700 درجه الكلهم كيما قلت لك هما كيتشعل 24 هما كيتشعل الكوشه كيما قلت لك يخدموا 24 24 دونك شعلنا الكوشه الاولانيه في جوان 2014 دونك بدينا نخدموا في البلاور العادي مي بلاور ظلم عام نخدموا فيه بالكولور ونخدموا ياسر حاجات معناتها مي كيما قلت لك معناتها المشكله نتاع الماندوفر هي اللي تو معناتها موقفتنا شويه فيما يخص باش نشعلوا الكوشه الثانيه والثالثه والرابعه بالنسبه للكريستال كريستال والله بريفيزيون بقدرة ربي في وسط 2016 ان شاء الله نخدم يعني هذا نجم ننجو كريستال نجم اغزولي انا نمن بحاجة احنا راهو في تونس معناش حاجة مستحيل لامبوسيبل ني با تونيزيان اوني كابابل دو تو فير كل شيء موجود في البلاد هذه لكن هي الرغبة كيما قلت لك بريكا قلت لك احنا نحبوا عباد تحب تخدم باهي ربي نداء السيد وزير التشغيل ولا وزير التربية وهذا رئيس الحكومة إذا كان هذه المسونتر دو فو سكروا علاش مدرسة المهمة تعمل خاطر سي ديزار دو فو فن سفيان أنا تعرفني أنا جيت باش نقول كلمة ولو ساعات ثم عباد قالوا لي شبيك معناتها ما تقولهاش علنا أنا باش نقولها علنا أنا طلبت من وزير التشغيل في مرتين ومشيت له لوش فيه من بقعة لبقعة لقيته مرة في سالون دو انتربرونيرا في لوتيكا ولقيته مرة ثانية في الكور بحذا لي زالمون قلت له سيد الوزير خلت عاود حل لنا مركز التكوين تاع نابل وانا مستعد كشركه بلور قرطاج وهذا الشيء هذا قلناه العديد من المرات كونه احنا في عوض الدوله تصرف مكتوبها معناتها من ميزانيه الدوله باش تعاود ديماري للسنتر احنا في السيكسيون تاع البلار مستعدين باش نعاونوا السنتر ونديماريوه ومستعدين باش نلتزموا كونه اللي باش يخدموهم اللي باش يفورميوهم معناتها او موا اون بري فورماسيون في السنتر هذا مستعدين باش ناخذوهم ومش باش ناخذوهم معناتها هكا برا ناخذوهم دون لو كادر دان كونترا سي دي وناخذوهم معناتها دون لو كادر لا كونفونسيون دو ميتالوجي دو لا فوندري افيك ان سالير مينيموم دونتخي دو 420 دينار نت يخدم في يده معناتها اكثر من الشيء هذا احنا ما نجموش نعملوا وقلنا له حتى اذا كان معناتها لي فور دو فيزيون اللي تعلموا عليهم في السنتر هذا احنا مستعدين باش نصلحوه وماناش طالبين فلوس وهذا قلت له اعطيني ورقه باش نجم نخاهم من مجلس الاداره نتاعي باش احنا تكون العلاقه نتاعنا موجوده هذا كلام شاف الريح الكلام هذا الوزير ما سمعوش ما نكذبش عليك في الوزاره لقيت عباد فهمتني في الوزاره لقينا حل اليوم انا ماهوش مع الوزير ونعاود نقولها مع الوزراء اللي تليت كلها في وزاره التشغيل ما لقيتش حل الحل شنو هو اليوم الحل شنو هو باش نقول لكم اليوم الحل كانوا انا تكفلت بقدره مده عام كامل نعمل انا في الفورماسيون في الفريد كارتاج دونك تو اون ا ديسيدي دو فير سكون ابل لو سونتر دو فورماسيون انتجري مركز تكوين مندمج اللي باش نسميوه تو احنا في اون بروسيدور معناتها ادمنستراتيف اللي هو الانستيتيو دو فير دو كارتاج وما نكذبش عليك ما نكذبش عليك اللي الوزاره معناتها وقت اللي كنا ندقدقوا عليها معناتها كانوا ماهمش ياخذونا بجديه احنا كي دقدقنا ببان نتاع مؤسسات خارجيه مش لازم نسميهم ولا كان تحب نسميهم ما قلقنيش سميهم معناها اون افرابي لابورت دو لو اس اي دي اللي هم معناتها جاونا وشافوا كان المشروع معناتها موجود الانفستيسمون موجود كل شيء موجود ورناه معناتها اليوم اون روفيز كاريمون دي مارشي معناتها اليوم فما عباد معناتها يطلبونا في سلعه من اوروبا ما نجموش نعملوها علاش؟ مش على خاطر ما نجموش نصنعها ليه؟ خاطر كي يطلبك في كانتيتي معينه في وقت ضيق احنا ما نجموش نعملوها لازم نشعلوا الكوشه الثانيه والثالثه والرابعه احنا ماشيين دونك اليوم عملنا برنامج مع اليوس اي جي وقاعدين ان شاء الله باش نعملوا هما الامريكان قاعدين ينشطوا في تونس راه قاعدين يعاونوا المؤسسات خاطر فيهم مشكله نتاع التكوين وفما مشكله نتاع التشغيل انا نعطيك فكره راه سونتر دو فورماسيون تاع نيبر راه شيء يوقف المخ سنتر هذايا اللي كابابل باش يفورمي 800 رقبه معناتها تو سيكتور كونفوندي. متر فريق قداش يا خو نت؟ انا الى ان سالير دو ديبار نت في يدو قرابه 800 دينار. يعني نجم نشوف انا برونتي فري نحكي لك انا برونتي فري ما يعرفش حتى شيء مازال يا خو كي في 418 دينار نت في يدو مينيموم فهمني الونتري احنا عطينا عباد تخدم علاش؟ على خاطر احنا نخدموا في كونتوني. معناتها راهو نهار اللي ما يجيليش خدام راني مخي يوقف خاطر لازمك تعاود تبدل البروجرام تاع البرودكسيون وتعاود تبدل ياسر حاجات باش تخدم تخدم ما تعرفش 24 قصر الله ولازم تعاود تخدم لا معناتها انت جيت وشفتوا معناتها لي انستالاسيون اللي عندنا سون با لي انستالاسيون هكا برا معناتها احنا اليوم تو قيمه المشروع نتاعنا معناتها استثمار بقيمه 3 مليون دينار وباش يوصل قرابه 5 مليون دينار معناتها عن قريب معناتها
احنا نحبوا الاخبار احنا ماذا انا بيجي ماذا قلت لكم قداش مره انا قاعد هنا في البلاد هذه باش نعيش فيها عايش في سليمان بحذا بابا وامي عامل بون كيف بحذا خدامتي كما تعرفوا نهار الجمعه انا الكستي احنا الكستي نهار الجمعه عاملين الخدامه باش نضحكوا ونفدلكوا ونشوفوا مشاكلنا ونحكيوا معناتها اش عندنا واش معناش ونجير يجيو يزورونا والعباد والعباد معناتها فهمت اللي في تونس قاعدين نعملوا في بلار معناتها جو لو دي معناتها او افور يلي دون كاليتي انترناسيونال ما تمش بالله هكا برا اليوم خالد عزيز حاجه احنا نخدموا توسكي نخدموا توسكي اخذوا لا تاب نخدموا توسكي ارتيكل دو ديكوراسيون ما فماش حاجه باش نصنعها في فريد كارتاج احنا حتى كي عملنا المشروع قلنا اي انسان باش يجينا باش يطلبنا في قطعه ما نجموش نقولوا ما نخدموش ديزاين بروبر معناها اه وي لي ديزاين اه وي لي ديزاين احنا نخدموا فيه خالد عزيز والكيب اللي معاه احنا سي توت اون ايكيب راهي فريد كارتاج ماهيش خالد عزيز فريد كارتاج راهي فيها مجلس اداره من جمله اعضاء مجلس اداره عندنا سي هشام جويبر معناتها اللي سي لو تونيزيان لو ميو او بلاسي دون لو موند دو لاندستري معناتها اللي هو عضو في مجلس الاداره نتاعنا عندنا سي فوزي انا اونسيان ديريكتور دو لا فيبا زاد عضو مجلس الاداره عندنا تونيزي تيليكوم معناتها انت افهم اللي معناتها في الاندستري وصلنا اقنعنا ان جروب كيما تونيزي تيليكوم باش يكون معنا معناتها في الـ في الـ في, الـ في التور دو تابل معنا معناتها البنوك التونسيه معناتها البي اف بي ام معنا البيات معنا البي تي كا البنوك معناتها في 2011 فهمت اللي اليوم انت في تونس اذا كان ثم حاجه لازمنا نعملوها سي كو لازمنا نستثمروا باش نخلقوا مواطن شغل خاطر بخلق مواطن شغل وبالعمل نجم نمنعوا البلاد هذه ما نجموش نمنعوا البلاد هذه باللي ديسكور الفارغين اللي ما فيهم حتى خاطر تو كان نداء استغاثه راجل عنده مشروع استثمر الاردوات يصدر كاليتي هايله بيوني الاول في افريقيا برمي 10 مليون في العالم وليد العامله مش موجوده ويقول لك انا مستعد نمول حتى التكوين نتاعهم والوزاره لحياه ما تنادي يلقى اداريين فاهمين لكن الوزير اللي هو طبعا شوفك صالي بفتاشه ما هبطوا فتاشه لا انا قداش من مره وين نخرج انا جو دوموند كريمه ولا بالحق وذي معناتها جو لو دي او فور جو دوموند ان فاس فاس معاه باش نفسر له كونه كيفاش معناتها ان سونتر دو فورماسيون اللي تكلف على الدوله قرابه 12 مليون دينار اللي هو ماهوش موجود كيفه في افريقيا زوج اللي موجودين كيفه واحد في فرنسا واحد في المانيا ويعملوا 15 اختصاصات البلور بينما السونتر اللي في نابل يعمل العديد من الاختصاصات هذوما دي فورماتور قاعدين ياخذوا في شيري سكروا كومبليتمون ولا طيحوا السونتر لكن تحبش تعاود تقول ويعطيني لا هو واللي معاه il doit donner une excuse valable à l'instant qu'il n'a pas démarré. Ben, il a fait le muhasba, il a les documents muhasba في الاداره نتاعك. اما تخرج دي ما تخرجش دي دي زيليف معناتها دي زيليف افورمي تخرجهم من برا. راهو عام 2011 وعام 2012 راهو مشينا لقينا معناتها عباد جايه معناتها يا المربي منين جاوا دخلوا للسونتر وخرجوهم بعد نهار حطوهم في الشارع. العباد هذوما البنات يزون في التروتوار سامحني في الكلمه والولاد يا المربي تقريبا هذوما اللي مشاو لسوريا ومشاو للدواعش. من الفضايح الكبيره احسن من اللي موجوده بحق انتخ قال وحاسب ومحاسب يسكر الصوت انا ما عنديش مشكله مع الاشخاص لا لا انا هذه الدوله من وقت الترويج انا الوزير ما يهمنيش شكونه والمسؤول ما يهمنيش شكونه انا نتعامل مع وزاره ونتعامل مع دوله انا خاطر انا مهمتي نقول لك حاجه اذا كان بنيت ردهم في الدعارة واولاد اللي بعثوهم لسوريا غادي يفك ذاك السونتر دو فورماسيون سونتر دو فورماسيون راهو ليس ان بيجو تاج معناتها ان بيجو راهو العباد اللي جايه بالعالم انا ثالث هذاك يجيو العباد غاديك ساعه يسون لوجي نوري ويعطيهم اون بوش دو 60 دينار. وفورماسيون. فورماسيون يخرج لك بعد عن الهيئة باش يخدم لك في الصناعة. هذا هو ناخذ بوست بيب صغيرة وبعدها نرجع نكملوا حديثنا احنا اون ديريكت اليوم برايم تايم من سليمان. راديو ميد اون فاك دو بونور.